وانضم الينا ايضا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الاستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. استاذ خالد، بعد التحيه، من المؤكد اننا عندما نسمع عن مثل هذا القرار الصادر عن البرلمان الاوروبي بشان حاله حقوق الانسان في مصر، دائما ما يكون هناك سؤال ما بيطرح نفسه، لماذا الان؟ تحياتي طبعا لحضرتك ولفريق اعداد البرنامج وكل الساده المشاهدين، واعتقد ان هذا ليس موقفا جديدا على البرلمان الاوروبي الذي انتهج نهج محدد، يعني نهج عدائي بشكل دائم، لم يتوقف عن إصدار البيانات المغلوطة المبنية على معلومات تؤكد أن الجهة التي يستقي منها البرلمان المعلومات جهة إما أنها جهة مغرضة أو جهة ليس لديها معلومات حقيقية من أرض الواقع، كلها تنبئ عن رغبة في تعزيز الإرث الاستعماري زي ما ذكر بيان مجلس الشيوخ اللي هو كان جامعا مانعا في كل عبارة وكل كلمة تم صياغتها. الإرث الاستعماري الرهيب الذي لا زال يشكل مشكلة داخلية داخل أوروبا هو الذي كتب به هذا البيان المختلف تماما عن أرض الواقع، يعني أشياء غريبة جدا. مصر، نعم أستاذ خالد، دعنا أيضا نتحدث عن أنه منذ أيام قليلة كان العالم كله يتحدث عن أهمية كوب 27 ونجاح مصر في تنظيم وتنفيذ هذه القمة، وأيضا أن هذه القمة نجحت وبشكل كبير. هل ربما يكون هناك نوع من الترابط بين صدور هذا البيان الآن وبين نجاح مصر والنجاحات التي تحققها في السنوات الأخيرة؟ لا شك أن نجاح مصر وحصولها على تفويض من العالم أجمع وعلى مرأى ومسمع من كل شعوب العالم ودول العالم، تفويض خده الرئيس لبسط السلام في العالم، تفويض لتنفيذ ما انتهت إليه قمة المناخ، الأمر اللي أدى إلى أن رئيس مؤتمر المناخ الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري أصر على مد عمل القمة يوم لأجل الوصول إلى اتفاقات ملزمة للدول. دول أوروبا ودول العالم أجمع حضرت في اتباع قمة المناخ وأصيبت بقدر كبير من الإعجاب والاحترام للتنظيم ولكل الترتيبات الكبيرة اللي مصر قامت بيها، وأعلنت أنها في عصر جديد وفي إطار جمهورية جديدة قولا وفعلا. الأمر ده أسرار حفيظة هؤلاء، وأنا واثق ثقة كاملة أن هذا البيان وتلك الترهات اللي ذكرها البيان لن توقف مسيرة مصر. مصر تعمل بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورة اقتصادية واحدة ما عجزت عنه حكومات استمرت في مصر 30 سنة، ودي حقيقة للقاصي والداني. احنا قضينا على العشوائيات تقريبا في مصر في خلال دورة اقتصادية واحدة، ده أمر مثلا مذهل. أنا مش هتكلم على العشوائيات بس، هتكلم على العشوائيات القطاع الصحي، قطاع الزراعة، قطاع الصحة طبعا، قطاع خاص بالتعليم، قطاعات الصناعة. احنا دلوقتي بنعمل ثورة في كل مجال تحتاج إلى الاستقرار، وهم يريدون ضرب هذا الاستقرار وإثارة القلاقل داخل مصر لعرقلة تقدم مصر إلى الأمام. والموضوع معروف، فمن يقرأ التاريخ لا يكون عنده أي شك في أن القوى المجاورة لمصر كلما وجدت مصر في نمو وازدهار أرادت
بها أن تتقهقر إلى الخلف. إذن دعنا نقرأ هذا الجزء من البيان أستاذ خالد، وهو ما قاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ في كلمة له أمام الجلسة العامة، إن هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي يتبنى دوما مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة ومحاولة الادعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية. وهذه نقطة أيضا نريد أن نتوقف عندها، أن هذا البيان هو مخالف للقواعد والأعراف الدولية على حسب أيضا ما أكد سيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. هذا البيان بيان صادر من البرلمان الأوروبي في فترة تاريخية، وأعتقد فترة تاريخية غير مناسبة مع العصر الذي نعيشه. البيان البرلمان ده اعتقد ان هو عنده الوصاية، لديه الوصاية على الشعب المصري. الشعب المصري لديه حكومة حرة للسيادة، ولديه قيادة سياسية، لديه سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية. تلك السلطات هي التي تحدد مصير الشعب المصري. الشعب المصري لا يخضع ولا يقبل وصايا من احد. من كتب هذا البيان يعيش فتره تاريخيه مغايره تماما، وعنده نوع من النقوص، وكانه لا يعيش الواقع الحالي. كتب هذا البيان بمعلومات مغلوطه تستاهل ان الجهاز الاداري بيتبع المعلومات في البرلمان الاوروبي يتم احالته الى التقاعد، لان في اخطاء فادحه لا يقع فيها طالب من الطلاب. فمصر ليس مفروض فيها حاله الطوارئ مثلا، يعني حاله الطوارئ تم الغائها من 2021. فكيف يتم يعني ادماج بيانات خاطئه في البرلمان الاوروبي اللي بيمثل اوروبا، وفي 705 نائب من النواب، وهي مؤسسة من المؤسسات المزعوم أنها مؤسسات على أعلى مستوى في كل المجالات، لكن يبدو أن هذا البيان قد كشف حقيقة البرلمان الأوروبي ومن وراءه وتوجهاته الاستعمارية وتوجهاته لإعادة مفاهيم الوصاية على الدول اللي زالت من زمن. وكنت أتمنى أن هم يمارسوا مجهود أكبر في رفع المعاناة عن المواطن الأوروبي اللي بيشكو من عدم وجود سلع غذائية وإنارة وتدفئة. وكذلك وهذه هي النقطة التالية أستاذ خالد، يعني في وقت من الأوقات أو كثيرا أيضا ما يتحدث سيادة الرئيس عن أن من ضمن حقوق الإنسان هو أهمية توفير سبل الحياة وسبل المعيشة. مصر في ظل كل الأزمات التي يعيشها العالم تعتبر من أكثر الدول التي تستطيع أن تصمد أمام كل هذه الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم، سواء كوفيد-19 أو الأزمة الروسية الأوكرانية. والآن البرلمان الأوروبي تحدث عن حقوق الإنسان الخاصة بمصر في الوقت الذي يعني فيما يتعلق بهذه الحقوق مصر صامدة أكثر من دول كثيرة في توفير الحياة المعيشية. الشباب لهم دور، وكان أيضا هناك إشادة من قبل كل المنظمات الدولية بدور الشباب في السنوات الأخيرة، وكان آخرهم وليس آخرا في كوب 27. تعليقك على هذه الحسابات؟ بالطبع مصر أذهلت العالم أجمع، وأكيد البعثات الأوروبية وبعثات الدول كلها الموجودة في مصر تشاهد بعينيها ما يتمتع به المواطن المصري من يعني من خدمات. يعني احنا ما عندناش كهرباء بتتقطع، ما عندناش تعليمات من الحكومه بالاستحمام مره واحده او مرتين في الاسبوع زي المانيا. اضطر اقول اسماء دول عشان احنا نتكلم بصراحه. ما فيش عندنا نقص في الزيوت ولا اي سلعه من السلع خالص، كما في اوروبا اللي المواطنين اكتشفوا ان هم معاهم فلوس بس ما فيش سلع. الموضوع ده مهم جدا، لازم يعرفه المواطن المصري والعربي، ولازم نواجه بيه البرلمان الاوروبي و
وندعوهم إلى التعلم من التجربة المصرية. وقبل ما أنتم يا أوروبيين تتهموا الآخر بعدم مراعاة حقوق الإنسان، مراعاة حقوق الإنسان في السكن وفي الغذاء وفي الإقامة وفي توفير الخدمات هو حق أيضا مثل حق التعبير. نعم. هو حق أيضا مثل الحقوق السياسية الأخرى زي حق الانتخاب. هذه الحقوق حقوق متساوية. هم نعم. عندما يتحدثون يستخدمون أساليب الخلط ما بين الأمور، ونحن لابد أن نقوم بتفعيل هذه المزاعم، لأجل أن الحكومة المصرية لما وفرت حق السكن، حق الغذاء، حق الحق في الخدمات، حق نعم. في العلاج، كل هذه الأمور متساوية أيضا مع حق التقاضي، مع حق التنقل، حق السفر، حق التملك، هي حقوق متعددة. نعم. هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتبكون على حقوق الشعب المصري، لا، أنا بقول لهم اتفضلوا تعالوا تعلموا من التجربة المصرية. القيادة السياسية المصرية والأحزاب السياسية المصرية هي لن تكون يعني غافلة عن مطالب الشعب المصري، وأنتم نعم. تتباكون. وإذا كنتم أنتم تتباكون هكذا، فتباكوا على مواطنيكم الذين تظلموهم وتحرمونهم من من الاستحمام نعم. والإنارة والسلع نعم. واللاجئين أيضا الذين يقيمون في المخيمات. نعم نعم أستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة وهذه التعليقات.